محمد صالح شقيق المرحومة إيمان محمد صالح. أنا دخلت العناية اللي هي الغرفة اللي بيقولوا عليها عناية مركزة ديت، لقيتها نايمة على السرير، مفيش أجهزة حواليها ولا في أي شيء حواليها خالص نهائي، بقى يا دوبك بوستها في دماغها كده وغطيتها بالبطانية بتاعتها، مفيش أي أجهزة في اللي هما بيقولوا عليها عناية مركزة، مفيش أي أجهزة جوه خالص نهائي. طلعت من الغرفة ونزلت تحت مشيت. أنا شايف الموضوع ده كله موضوع إهمال، دكاترة كلها إهمال في إهمال ومش متخصصين في الحاجات دي. يعني المفروض ان انا داخل مستشفى يبقى جميع المستلزمات الطبيه موجوده، يبقى الاجهزه بتاعتها موجوده، انا قبل ما اعمل عمليه لازم يكون الدم موجود، لازم يكون كل شيء موجود. ان ما كانش كده المفروض جميع الدكاتره الموجودين والمسؤولين عن المستشفى ما يدخلوناش خلاص.